في الحقيقة لا شيء يعلو في مصر على صوت ارتفاع الأسعار بالتزامن مع التضخم المنتشر في البلاد، وكذلك الدولار اللي هو مش موجود أصلا، ولو حتى موجود فبيتباع في السوق السوداء ب50 و55 جنيه. علشان كده النهاردة في حاجات غريبة ظهرت على السطح وأسعارها زادت بشكل مبالغ فيه، وما كناش نتوقع نهائيا أن هذه الأشياء سيأتي يوم من الأيام وترتفع أسعارها، أو نتكلم حتى عن أن هذه الأشياء ارتفعت أسعارها، لأن كانت من حاجات الرفاهيات أو الكمالية أو الحاجات اللي ما ينفعش أن هي يرتفع أسعارها. الخبر اللي هنقوله دلوقتي يمكن بيأكد على هذا الموضوع. مثلا عنوان الخبر بيقول لك، موجود على الشاشة هو، البالة كسوة فقراء مصر يصيبها الغلاء وسط أزمة الدولار. تضاعفت أسعار الملابس المستعملة المعروفة في مصر بالبالة، والتي تعرض في أسواق الأحياء الشعبية والمتوسطة في مختلف أنحاء البلاد، بينما تعد ملاذا للفقراء الباحثين عن كسوة بأسعار تتناسب مع قدرتهم خلال الشتاء والصيف. ويرجع أو يرجح تجار البالة زيادة الأسعار إلى ارتفاع قيمة الملابس المستعملة في أسواقها التقليدية بأوروبا واستراليا والصين ودبي في الإمارات، القفزة الهائلة التي سجلها سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث يتراوح ما بين 51 و 53 جنيه للدولار، فضلا عن مضاعفة الحكومة رسوم استيراد البالة من 300 ألف جنيه العام الماضي وفق السعر الرسمي إلى 750 ألف جنيه لتجديد رخصة الاستيراد سنويا، وفرض ضريبة بقيمة 100 جنيه على كل كيلو جرام من الملابس عدا تكاليف إصدار التصاريح الصحية والأمنية لكل صفقة. طيب، هذه الملابس يا إما بتيجي من مصر من السوق، يعني الملابس المستعملة، البالة يعني الملابس المستعملة اللي الناس خلاص استعملتها أو عدى الموسم عليها وخلاص دقت عليه مثلا أو فيها قطعة بسيطة، ففي ناس تانية بتشتري هذه الأشياء بأسعار مخفضة علشان يقدر يجابه تحديات الحياة. هذه الأشياء حاليا مرتفعة أسعارها في مصر بالتزامن مع الأسباب كلها اللي احنا قلناها. لكن هذه الأشياء موجودة، يعني في حاجات بتصنع، في ملابس بتصنع في مصر، وبالتالي ارتفاع أسعارها هيبقى غير مبرر برضو. لكن حتى الملابس اللي بتستورد من الخارج، المستوردين بيقولوا إن في عقبات الحكومة بتحطها قدامنا، من ضمنها انها بتضيف علينا اسعار زياده، يعني الاستيراد تكلفته كانت 300,000 جنيه فزودت الضريبه او زودت البتاع ده ل 750، وكمان في ضريبه على كل كيلو 100 جنيه اللي هو القماش القميص او الجيبه اللي هتتباع او الجزمه اللي هتتباع، عزكم الله، الحاجات دي هتتباع بكام؟ لما انت هتحط ضريبه على كل كيلو ب 100 جنيه. أكيد يعني الموضوع كده أصبح يعني تعجيزي بالنسبة للشخص اللي بيستورد، فخلاص هيشوف له أي شغلانة تانية بديل عن هذا الموضوع. طيب، الخبر اللي معانا اللي جاي متعلق بالأغذية بشكل مباشر، وأنا الحقيقة اتفاجئت جدا إن أسعار الزيت في مصر مرتفعة، يعني أنا لحد امبارح بالليل ما كنتش فاكر إن أسعار الزيت في مصر مرتفعة، يعني السكر والرز والبصل والمنتجات الأخرى أسعارها مرتفعة، لكن ما تطرقتش في يوم من الأيام لموضوع الزيت، ما أعرفش ليه. فبتكلم مع حد في مصر قدرا امبارح في موضوع الزيت، فبيقول لي لا، ده الزيت اصلا سعره مرتفع، الزيت بانواعه وباشكاله المختلفه سواء زيت عبد الشمس او حتى الزيت بتاع الذره اصلا اسعاره في مصر مرتفعه. وبعدين استغربت قلت طب ما هو اكيد الزيت زي اي سلعه في مصر هترتفع اسعاره، مش معنى الزيت يعني هي جت على ارمط، مش معنى الزيت يعني اللي سعره مش هيرتفع. فاتفاجئت بالخبر ده النهارده معانا، بيقول لك من 10 الى 30 جنيه زيادات جديده في اسعار زيت عافيه للشهر الثاني على التوالي. الخبر معانا على الشاشه نقلا عن جريده المال. الخبر بيقول لك، اعلن شركه سافولا للصناعات الغذائيه عن زياده اسعار زيت عافيه بدايه من اليوم الاربعاء بما يتراوح ما بين 10 الى 30 جنيه للعبوه لزيت الطعام بكافه انواعه، وهي زياده الثانيه للشهر الثاني على التوالي. وكشف حازم المنوفي عضو شعبه المواد الغذائيه بالاتحاد العام للغرف التجاريه ان زيادات اسعار الزيوت بدات في عدد من الشركات على الرغم من إطلاق الحكومة لمبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية. أشار كمان إلى أن الزيادات المتلاحقة من الشركات تؤكد أن هناك سباق في الشركات لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب المستهلك النهائي، لا سيما في ظل عدم تغير الأسعار الخاصة بمدخلات الإنتاج، كما أنها سيزيد من حالة الكساد في السوق المحلي بعد زيادة أسعار زيت عافية وزيت سيلات. طيب، يعني احنا عندنا اسعار برضو على الشاشه موجوده قدام حضراتكم اهي، منتجات عافيه، طبعا زيت منتشر في مصر بشكل كبير عافيه هو وسيلات.
طيب خلينا نروح على موضوع كروت الاتصالات. كمان كروت الاتصالات ارتفعت أسعارها، وفي أنباء عن زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن لشركات الاتصالات العاملة بمصر. تداولت أنباء عدة عن اتجاه بعض شركات الاتصالات في مصر نحو رفع أسعار خدمتها من كروت الشحن قبل نهاية العام 2023. أرجح عدد من العاملين في قطاع الاتصالات خلال وقت سابق أنه في حال حدوث أي زيادة فستكون غير شاملة الرسوم المقررة على وصول الخدمة للعميل. طيب خلينا نروح من الموضوع ده ونرجع للأغذية تاني ونتكلم عن القمح اللي هو بيعاني من أزمة في مصر، وإن مصر بقى لها فترة بتحاول تستورد القمح من أكثر من دولة من ضمنهم الإمارات العربية المتحدة أو شركة الظاهرة في الإمارات، والشركة دي أصلا ليها مقر في مصر، ومن ضمنهم روسيا وأكثر من دولة في العالم. الخبر اللي معنا دلوقتي بيقول زيادة واردات مصر من القمح 30% إلى 10 ملايين طن خلال 2023، والخبر نقلا عن العربية. قال لك قفز إجمالي واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بنسبة 30%، وجاءت أغلب الكميات من القمح الروسي الذي ارتفعت حصته من الواردات المصرية إلى 68% مقارنة بنحو 55.1% خلال العام الماضي. وفق بيانات رسمية سجلت واردات مصر من القمح العام الجاري حتى 27 ديسمبر اللي هو امبارح نحو 10 ملايين طن مقارنة بنحو 8.7 مليون طن في العام الماضي. وحددت مصر قائمة تضم نحو 22 منشأة مختلفة لتوريد القمح إليها سنويا بعد أن ضمت الهند في النصف الأول من العام الماضي، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشئ فقط أبرزهم روسيا. زي ما قلنا أني دخلت على الخط موضوع الإمارات كمان في استيراد القمح، وأن الدولة وقعت عقد مع الإمارات علشان تستورد القمح من هناك، وتكلمنا على الموضوع ده امبارح. اللي عرفته بقى ان شركة الزهرة ليها مقر في مصر، او ليها تقريبا عندها تقريبا 100,000 فدان في مصر تمتلكهم، وفي الغالب ان الشركة دي اللي هي شركة اماراتية هتزرع القمح في مصر وتبيعه للحكومة المصرية، وغالبا اللي هتبيعه لها مش هتبيعه لها بالجنيه، هتبيعه لها بالدولار، مع ان الارض المفروض بتاعتنا حتى لو في حق انتفاع من قبل الامارات ليها. يعني الخبر يدعو للسخرية بشكل كبير، الارض بتاعتنا ويزرع عليها القمح علشان يتباع لنا بالدولار. طيب